على مود المرحوم الدكتور رفيف رفيف الياتري. خابرته والله قلت له تعال جبني تعجزت من الدكاتره ابني مريض عنده هنا وحمه براسه. اي شو خابرته وقال جيبه خطيه. اي قلت له ايش قال؟ قالت يابا انا ما اخذ من عندك برا ما عندي شده انا منين اجيب؟ شو ما سمعت خبر الا ميته الدكتوره قاتليها. هاي مو الانسانيه يعني؟ هاي هذا انجازات العالم؟ هذا اللي انشانت عينه انشالت عينه بحج الشعبي عالجته خلت العين بالعراق دكتور رفيف الياسري الله يرحمها. الله يرحمها. لين طيبه لين خلوقه عالجبني. شو تفاجات بموتتها قتلها مقتوله ليش؟ لانه ماشي عدل؟ لانه هذا اللي انقطمت رجله ساعدته سوت له رجل؟ هذا اللي انصاب سوت له جسمه وايده؟ ليش يا عم؟ العراقيين كلهم بس ما يصير قتل علني. هذا قتل علني يعني باعتبار انت تقول انه هذا مو موت الله يعني؟ لا والله مو موت الله مقتوله يعني قتل ممنهج. اي ما يصير عمي. شو انا بنيه مساعده ثلاث ارباع العراق عمي هواي انصابت عالم يمنه هنا بالمناطق كلها عالجتها بلاش. يعني تفاجأت والله تفاجأت بموتتها وحمى ابني ما تصير له شاره الا يمها كادرها وهذه الناس.